بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصتنا اليوم حار في حالة الأطباء ورزقنا الله بيوسف بفضل الصلاة على النبي والاستغفار. تحت امرأة كويتية متزوجة قصتها فتقول: تزوجت ولم أنجب، ولقد حاولت بكل الطرق الممكنة أن أتعالج لعل الله يرزقني بمولود كما تتمنى كل امرأة، وفشلت كل محاولاتي. ذهبت إلى العديد من الأطباء داخل الكويت وخارجها، ولم يستطع أي منهم مساعدتي حتى تمكن اليأس مني وأصابني الحزن والعجز، وظللت 10 سنوات كاملة أعيش في كآبة ولم أتوقف يوم عن الذهاب لأي طبيب أسمع عنه من إحدى صديقاتي أو جيران، حتى جاء اليوم الموعود وسمعت أحد الشيوخ يتحدث عن فضل الصلاة على النبي والاستغفار ومعجزاتهما، وأن الله عز وجل يفرج بهما الهموم والأحزان ويذهبها جميعا. فداومت على الاستغفار ولم أتركه أبدا، أقضي كل ليلة في غرفتي أبكي أستغفر الله ربي عن ذنبي وعن ذنوب أعرفها وذنوب لا أتذكرها، وأثناء ساعات النهار وأنا أعمل بالمنزل لا يتوقف لساني عن الاستغفار أبدا. ولم يمض 6 أشهر إلا وأنا حامل بإذن الله، وقد أنجبت يوسف وهو الآن في 6 من عمره. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء حديثا بعد ان شاء الله. لا نرجو. والسلام عليكم.